معكم فريما العزيز كاتب جهوي من النقابه الوطنيه لمستخدمين مركز الاستغلال التابعه للشركه الوطنيه لطرق السيار فرع مراكش. كما كتشوفوا دابا حنا جزء من الطبقه العامله كنخلدوا اليوم الاممي للطبقه العامله فيما يخص المشكل ديال طرق السيار من بعد الاضراب الانذاري اللي خذته الشغيه ديال طرق السيار. مازال ما كاينش استجابه للحل ولا شي اراده من طرف المدير العام لحل المشكل. هنا كيحطنا امام مازق كبير. حنا ماشي كنديروا اضراب باش نديروا ضياع المال العام بقدر ما كنديروا دفاع على الحقوق. من هذا بمناسبه هذا اليوم نحثوا المدير بكل اراده تكون عنده اراده من اجل الوفاء بالتعهدات ديالو من خلال التوقيعات ديال الاتفاقيه الجماعيه وعدم التراجع على المكتسبات اللي كاينه. دابا حنا من خلال الشركات اللي كاينين في طريق السيار ما بقيناش ولا تراجع خطير على المكتسبات بما فيهم المس بالصالير، المس بالاقدميه، المس بالمشاكل. دونك حنا داخلين في مسلسل نضالي ان شاء الله من بعد هذا اليوم العالمي غنشوف البرنامج النضالي ديالنا والاداره تحمل المسؤوليه ديالها. وكندعو جميع الغيورين على المال العام من اجل الضغط على المدير العام من اجل الاستجابه الوفاء ديالو بالتزاماته على راسها الاتفاقيه الجماعيه اللي كنا وقعناها معاه في 2016. وتحيه لكم.